بعد غياب لعدة أشهر، صور متداولة للرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمد نجاد تظهر كدمات غامضة في وجهه، مما أثار تساؤلات واسعة حول سببها. الصور نشرتها مواقع إعلامية إيرانية وكشفت عن حضور أحمد نجاد في مرقد الخميني مرتدياً كمامة زرقاء تظهر كدمة كبيرة تحت عينه. وحتى الآن لم يتم الكشف عن سبب هذه الكدمات أو حالته الصحية، ولم يصدر أي تعليق رسمي من مكتبه بشأن ذلك. هذا هو أول ظهور لأحمد نجاد بعدما صادرت السلطات جواز سفره في أكتوبر الماضي، قبل أن يتم السماح له بالسفر إلى غواتيمالا. وكشفت حينها تقارير إعلامية أنه منع من مغادرة البلاد من قبل أمنيين في مطار الخميني الدولي، لترد وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري بأن أحمد نجاد كان قد تلقى بلاغاً مسبقاً بعدم السماح له بالسفر بسبب المخاطر الأمنية المحتملة. ومنذ أكتوبر الماضي تعرض أحمد نجاد لانتقادات حادة من وسائل إعلام إيرانية بسبب عدم اتخاذه أي موقف بشأن الحرب في غزة، وهو ما أدى إلى تصاعد الانتقادات من خصومه الإصلاحيين، كما يواجه تهماً باتخاذ مواقف شعبوية أثرت على إيران خلال فترة رئاسته، وذلك بسبب دعواته السابقة لمحو إسرائيل. ومع عدم الكشف عن لغز الكدمات التي تعرض لها الرئيس السابق، تبقى مثارة تكهنات عديدة حول ما إذا كانت مشكلة صحية أم أنها رد على ما حدث من مواقف سياسية.